من القامشلي معهد جوار آغا الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات الإنسانية، مساء الخير، أهلا بك معنا. هل من تنسيق بينكم وبين كل المتطوعين الذين نتحدث عنهم اليوم ورأينا جهودهم بإعادة الأطفال إلى مدارسهم في الرقة؟ أولا مساء النور لكم قناة الآن ولكافة الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا. بالتأكيد الأولوية بعد تحرير المدينة من رجس وفكر الإرهاب الداعشي في الناحية الميدانية أو اللوجستية هي تنظيف المدينة من الألغام ومن ما تبقى من المتفجرات التي زرعها الإرهاب هناك، ولكن هدفنا هنا بالدرجة الأولى هو بناء الإنسان، إعادة ثقة الإنسان بنفسه، وهي بالدرجة الأولى تعتمد على التعليم وعلى الكادر التعليمي وعلى الأهالي، أهالي الطلبة وأبنائنا في محافظة الرقة، مدينة الرقة وريفها، ومجلس الرقة المدني من أولوياته هو بناء إعادة تأهيل المدارس وترميمها، ونحن نوجه كافة المنظمات الدولية العاملة في هذه المنطقة بهذا الاتجاه، لأنها هي الأولوية الأساسية لنا بعد البنية التحتية من المياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل البيوت. أنتم معنيون بكل هذه النقاط دكتور سيد جواري، يعني ذكرت موضوع الألغام حتى، يعني في أولويات وفي أمور عديدة هنا مطلوبة، بإعادة بناء المدارس، موضوع التأهيل النفسي للطلاب، الحصول على متطوعين على الأقل للمساهمة في التعليم، كل هذا وموضوع الألغام الذي ذكرته أيضا، أنتم معنيون بهذه النقاط ومع من تنسقون؟ بالتأكيد مجلس الرقة المدني هو المعني بالدرجة الأولى، ونحن كمكتب شؤون المنظمات الإنسانية في مقاطعة الجزيرة نوجه المنظمات الإنسانية العاملة هنا باتجاه منطقة الرقة وريفها والطبقة للتنسيق مع المجلس هناك. بالدرجة الأولى كما ذكرنا هي مسألة الألغام، وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تساعد الآن بالإضافة إلى فرق الألغام التابعة لقوى الأمن الداخلي بالرقة ولقوات سوريا الديمقراطية التي تعمل على مدار الساعة لإزالة تلك الألغام، وبالإضافة إلى إعادة بناء وتأهيل المدينة والأرياف والقرى. مثل ما ذكرت يعني غدا بعد يومين هناك اجتماع عام للمنظمات الدولية مع مجلس الرقة المدني في بلدة عين عيسى، توجيهها إلى تقسيم العمل فيما بينها، منهم من يعمل بالصرف الصحي والمياه، ومنهم في شبكة الكهرباء، ومنهم في إعادة تأهيل المدارس، ولكن كما ذكرت في البداية الأهم لدينا من ذلك كله هو إعادة الثقة في الإنسان، بناء الإنسان. ثورتنا تهدف إلى ثقة الإنسان بنفسه بعد هذه الفترة الظلامية التي حيمت عليه، وهذا الفكر التكفيري الترهيبي. صحيح، وهذا يضاعف الجهد، وهذا الشق الخطير، موضوع الفكر، زارع الفكر المتطرف. هل من معلومات فيما يتعلق بأعداد من عاد وأهم من أنجز في محاولة إعادة الرقة لما قبل داعش سيد جوار؟ سيدتي، هناك مجلس الرقة يعمل جاهدا على هذا العمل، وبعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية بكافة الفصائل المنضوية تحت سقفها المدينة من الناحية العسكرية، قامت بتسليمها إلى مجلس الرقة المدني الذي هو بصدد الآن بناء الهيكليات المجتمعية هناك وإعادة تأهيل وتدريب المدرسين الذين سيبدأون الفترة القريبة بالدخول، وبدأت في بعض الأحياء التي تم تنظيفها بدأت الحياة تعود إليها تدريجيا وعودة الطلبة إلى المدارس. صحيح، تابعنا هذا بتقريرنا. بالتأكيد هناك أهالي الرقة هم الموجودون هناك، ونحن في كافة مناطق الشمال السوري نقدم الدعم لأهالينا هناك ونساندهم بكافة الإمكانيات. نعم، الموجودة لدينا، ونوجه المنظمات بهذا الاتجاه. أنا أشكرك جزيلا. من القامشلي سيد جوار آغا الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات الإنسانية.